اكلمك بصراحه دكتور بقى، ما نشوف بقى الممثلين والممثلات عاملين في مناخيرهم، عايزين ان مناخيرنا تبقى كده برضه. طيب هو تحبز هذا ولا لا تحبز؟ لا لا، برضه من ضمن الحاجات اللي انا بقولها لكتير قوي من الناس اللي بيشرفوني، مش كل مناخير تشوفها، يعني هجيبها لحضرتك ببساطه جدا. انا لو جبت مثلا 10 وشوش بنات، نعم، وجبت العشر بنات وقلت لهم اتفقوا على اجمل انف، مين اجمل انف في العالم؟ قالوا لي مثلا الممثله الفلانيه او عارضه الازياء الفلانيه. قمت جايب الانف دي وشايل مناخيرهم رميها وحطيت نفس المناخير بتاع عارضه الازياء عليهم هم العشره. في منهم ثلاثه اربعه هيبقوا كويسين لايقه عليهم، وفي الباقي هتبقى وحشه. احسنت، حايل. يعني امبارح كان عندي في العيد امبارح ام وبنتها. الام مناخيرها جميله جدا والبنت مناخيرها جميله جدا. ومناخير البنت غير مناخير الام تماما. فالبنت جايه بتقول هي شايفه ان مناخيرها مش حلو، انا مناخيرها شبه باباها. وهي متضايقه من مناخير باباها يبدو. فهي بتقول انا عاوزه مناخير شبه من باباها. بتقول انا عاوزه مناخير شبه بتاعه ماما. قلت لها طيب تعالي بقى نقعد مع بعض. الام مناخيرها دايره. 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 سوري، الام وشها دايره. مدور. مدور. فمناخيرها واخده كيرفات لايقه جدا على وشها. البنت وشها كله خطوط انجلز، ومناخيرها شارب زي وشها. سبحان الله. انا لو جبت مناخير ماما وحتى عملت زي بالليل كده صورت مامتها، صورت البنت، لا زي تريننج كده في الفوتوشوب على الموبايل، جبت المناخير دي حطيتها هنا وجبت المناخير دي حطيتها هنا وبعتها لهم، مش هتنفع. بقت وحشه. سبحان الله. مناخير الام الجميله هتنفع. لو حطيناها على البنت مش حلوه، ومناخير البنت الحلوه من وجهه نظري اللي هي مش عاجباها لو حطيناها على وش الام مش هتنفع. فهنا بيقول ان كل مناخير بتليق على وش معين، الوجه. وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلقه اللي هو رأيت الله سبحانه وتعالى، بتحس دايما في 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 اكتر من 95% من الحالات ان المناخير دي فت على الوش ده، الا بقى لو اتعرض لخبطه، الا لو حصل مشكله، الا لو كان العيله نفسها فيها مشكله في شكل الانف. لا. كحاجه ريشيال، فعندهم زي ما حضرتك قلت هامبي نوز، عندهم دروب تيب، التيب وقع، عندهم في مشاكل في الوظيفه بتاعت الانف، فده اثر على نمو العظم. زي ما احنا لسه بنتكلم من ضمن اهم اسباب انحراف الحاجز الانفي ومشاكل شكل الانف، ان طفل اتساب بلحميه وهو صغير وبيتنفس من بقه واهله سابوه.